إن تركت لذة النظر إلى الحرام وأنت تستطيع ولا أحد يراك، تركتها حبا لله وشوقا لقربه ومرضاته، سيعوضك الله لذة لا ينالها ملوك الأرض، لذة لا تصفها ألسنة الخلق. إنها لذة الحب الإلهي، إنها لذة الشعور بالقرب من نور السماوات والأرض الله جل جلاله. فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكما قيل: كلما طهر القلب رق، فإذا رق راق، وإذا راق ذاق، وإذا ذاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة، فيفرح بالطاعة ويصير من أسعد الناس.